بكم مشاهدينا على القناة الشبابية كالعادة. نلقاكم دائما في برنامج مايند سيت إن، وين دائما نجيب لكم موضوع باش نحكيو عليه يهم الشباب، يهمكم انتوما، لكم تشوفوا فينا، تقدروا تكونوا انتوما متفاعلين فيه وتقدروا تكونوا انتوما اللي تخلقوه. ودائما بالطبع كاين كل مرة يحضر معنا الببليك ديالنا، وبالطبع لي كرونيكور ماليندا، مرحبا بكم. رفيق وحسين وحكيمة كالعادة حاضرين معنا باش يعطونا رايهم في هذا الموضوع، وانتم كذلك نسمعوا رايكم من خلال الفيدباك، ولا كذلك حتى الببليك لو حضر معنا. الموضوع اللي حنحكيو عليه اليوم موضوع ما كانش يهم بزاف الشباب في السنوات الأخيرة، ولكن بعد التسهيلات ومختلف الإجراءات اللي تقوم بها الدولة باش تفتح المجال للاستثمار عند الشباب، ولاو اليوم نشوفوا العديد من المؤسسات الناشئة المصغرة وكذلك المؤسسات المتوسطة اللي راهي تنشط، ونشوفوا رؤسائها هما شباب. وحسين في الايام المقبله راح يكون صاحب مؤسسه ان شاء الله، وعلاش لا. وش رايكم في الموضوع تاع اليوم؟ وش رايكم في اقبال الشباب على مجال الاستثمار بكثره؟ والله انا شخصيا كانت عندي تجربه في الاستثمار. مليح حكيمه، احنا خلينا حكيمه وانا نهضروا مع حسين. حسين درنا فيه شي مسكين. كانت عندي تجربه بصح كانت مازال ما ظهرتش القوانين، شويه كانت شويه غموض في القوانين، ومن بعد تخليت عليها ما نكذبش بحكم الارتباط بالوظيفه هي اللي خلتني ما كملتش في المشروع. تنسموها تجربة ناجحة؟ تجربة كانت تكون ناجحة باسكو ما كنتش وحدي، كانوا فيها دو كوليك معايا، تخوا كوليك معايا في الدومين تاع الإعلام، في قطاع الإعلام. كنا استثمرنا في موقع إلكتروني، ومن بعد كنا رايحين نحولوه حتى يعني بواط كومينيكاسيون. بعد ما أنا ما كملتش، هما كملوا المشروع، أنا انسحبت منه على جال ارتباط بالخدمة. هذا ما كان باسكو الوظيفة تاع الصحافة تطلب الوقت، تشدك بزاف. صح. وانا ما قدرتش نتخلى عليها، ما قدرتش نتخلى عليها الفالا كصحفيه. حاجه الشابه في المايند سيت تاع الشباب، تاع ذروه الذهنيات، انها بدات تتوجه نحو الاستثمار. فئه كبيره بزاف من الشباب راهم يروحوا الاستثمار، ماهمش يخموا انه يروح يشارك في كونكور ويدخل في وظيفه. وهذا الاهتمام الكبير هذا دار قوانين، ويزيد يخلي هذه القوانين تطور على حسب هذا الاهتمام، لانه الاقتصاد في العالم دروك راه يعتمد بزاف على المبادرات الشخصيه، على الاستثمار، على اكثر من اعتماده على الوظيفه. وهذاك الانسان اللي ينوض الصباح يروح يخدم من 8 للربعة ولا 4 ونص ويعاود يولي ويدخل في الدائره المغلقه هذه، الروتين. الروتين. هذا النهار تلاقيت مع واحد جار مقصر معه شويه، ومن بعد سقسيته على وليده، قال لي والله غير مقلقني ومحيرني كدايا. قلت له كيفاش دار ستاج ما دار ستاج؟ قال لي دار بصح راهو يخدم مع صاحبه في حانوت. قلت له خلاص كي نتلاقاه نحكي معاه، بالك ربما نوجهه. جات فرصه تلاقيت به، قصرت معاه، قلت له واش راك داير فيها انت؟ قال لي راني مع صحابي، انا مع صحابي نخدموا على واحد لابليكاسيون. هذيك لابليكاسيون بدات في كوفيد، في كوفيد كانوا جابوا واحد لي بيست هنا يديروا من تاع لي ديابيتيك. واحد فيهم جاب تاع جده توفى الله يرحمه، بقاو جدد بزاف دي بواط. قال لك نبيعوهم، كش داروا كرياو ابليكاسيون باعوهم انترنت. بدات تما الفكره ديالهم. ودوكا راهم يخمموا، دوكا جابوا منتوجات واحد اخرى وراهم يخمموا باش يكريو اونكار كبير ويديروا فيه دي كونتينر لداخل ويكريو. لقيتو يحكي بواحد المصطلحات وواحد الفكر عجبني. شفت في غالب الاحيان تكون عندك الفكره مليحه، ولكن التسيد تاعها اللي رجعها مشروع هو المهم، وعلى هذه يلزم مرافقه لهؤلاء الشباب باش تحول الفكره تاعك لمشروع اقتصادي. لازم تقصد الانسان اللي يشجعك، ما تقصدش الناس اللي عنده خبره كذلك. هذه واش دير؟ حتلقى هكا راح يكون عندك، هذه حتلقى هاد المشاكل. لازم دائما يكونوا ناس ايجابيين باش تافونسي، باش تروح بعيد في الفكره، باسكو الانطلاقه دائما حتكون صعيبه، ما كان حتى حاجه تكون سهله. كل انطلاقه حتكون صعيبه. باش تمشي في المشروع لازم لك الاراده ولازم ناس ايجابيين. لازم الشجاعه ثاني، استثمار يطلب شجاعه وذهنيه المستثمر. من بين الميزات تاع المقاول هو المخاطره. يكون عندك ذهنيه المقاول. ذهنيه المقاول كما قال لي حسين، ماكش حاب تقول لنا المشروع. يقول لي صحفي صح، قول لي برك زعما واش زعما البروفيل تاعي واش راهو يدير في بالك، زعما راني حاب المجال اللي نحب نستثمر فيه. باين بلي في الاعلام انا فايقين لك. وعلاش ما تخرجش؟ وعلاش ما تخرجش من لا زون دو كونفور تاعك؟ على ما تبدلش؟ هذه هي حب المخاطره، انك تسيي مجال جديد باش تستثمر فيه. انا شخصيا انا والله كي كملت الدراسه تاعي درت مشروع. ايوا مشروع تاع واش؟ تاع في الاعلام، في الدومين تاعي. انا قريت الاعلام، درت مشروع في الاعلام، ومشيت في الاجراءات كلش. ومن بعد جات ظروف معينه خلاتني نحبس هذا المشروع. ومن بعد دخلت في المسار تاع الصحافه، وكلشي اللي استفاديت منه بزاف ومازلت فيه. ما
ربما مستقبلا مع هذو القوانين الجديده، مع هذه البيئه اللي رانا عايشين فيها في الجزائر، مع الذهنيه الجديده، ربما الانسان يتوجه نحو الاستثمار. وعلاش لا؟ حكيمه ما قالتليش، مازال ما قالتليش. انا شبونس تكون في الاعلام، في الاعلام مش كيتكش انت تكون في الاعلام كوميرس بالك. طبخ لا حكيمه الطبخ، انا الطبخ خاطيه كاع. هي حكيمه انا لا. وانا واش تقولي، واش تقولي اسماء؟ فاش فاش واش من مجال؟ انا نراي عليه، انا نراي عليه. لا لا يعني توقعي خبريه. انا نتوقع وانت ما اللي تشوفيه فيه زعما يقدر يصير. راني نخمم فيه، وراني نخمم فيه بجديه. مش من الموضوع قولي. تصدير الاستيراد لا لا والله. في الفلاحة، في الفلاحة، في الفلاحة. شوف هي كيفاش منين جات الفكرة. كانت عندي ملف نخدم على الـ على الـ الدواجن، تربية الدواجن. ومن بعد في تربية الدواجن كاين حاجة مهمة اللي هي الغذاء، اللي تساهم دائما في ارتفاع أسعار الدواجن الأعلاف. المادة الأولية هي المايز والصوجة الكولزا. دونك المايز شفت بليك يعني استثمار في المايز في الذرة الصفراء يعني باللغة العربية، يعني فيه فايدة كبيرة. أولا البيع تاعو مضمون، حاجة ثانية الدولة تدعم في القنطار ب 200 ألف، إذا كانت تسقام لك 400 ألف هي تشري عليك ب 600 ألف. دونك هادو كاع معطيات خلاوني نتحمس، لأنه المنتوج دائما مبيع، مبيوع دائما. دونك خلاني نفكر بجدية، راني ندير حاليا راني ندرس في السوق. ولا انطلقت في المشروع؟ لا لا راني دوكا عندي الفكرة، قنعت روحي بالفكرة. مازال فكر مازال. ومن بعد دوكا راني ندرس. لا لا راني ندرس دوكا في، لازم ندير دراسة السوق. دراسة السوق حكيت مع خبراء أنا طونك صحفي، دونك درت مع الخبير الفلاني، خبير فلاني، حكيت جانب الساحه الاعلاميه. راح تخسر صحفي دروك. معليش انا دوكا يقدر يقعد في المجال. لي كرونيكر ديالنا كاملوا مهتمين بالمشاريع الاقتصاديه، وربما اطلاق مشروع اللي يقدر يصبح مشروع استثماري ناجح في التنميه الاقتصاديه الجزائريه. ولكن احنا ما نحكيوش غير على لي كرونيكر ديالنا، الشباب كامل متهمين في هذا الموضوع اللي اليوم رانا نحكيو عليه، اللي هو الاستثمار عند الشباب، شباب المستثمر بصفه عامه، المشاريع تاعو اللي يحولها لمشاريع اقتصاديه استثماريه. وعلى هذه الببليك ديالنا دائما في الفيدباك بعد الفاصل نسقسوه في علاقته مع هذا الموضوع. ما زلنا معكم مشاهدينا نحكيو على الشباب المستثمر، وبيان سور دائما نعاودوا نولوا الببليك ديالنا اللي هما كذلك الشباب باش يعطونا رايهم في هذا الموضوع. اليوم انا نحكيو على الاستثمار عند الشباب، والاخضر كان عنده مشروع مهم جدا. مرحبا بك الاخضر. ترحب بك الجنه. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم الاخضر مقراني، طالب ماستر فنين اتصال جماهيري ووسائط جديده، مقبل على التخرج من خلال مؤسسات حتى مسمى مؤسسه ستارفيكس للصيانه العامه. هذا هو المشروع تاعك؟ فكره. نعم هي كانت عباره عن فكره، وبعد وزير التعليم العالي نوجه له تحيه من هذا المنبر فتح المجال للطلبه من خلال القرار 1275 للطلبه باش يتمكنوا من التخرج عن طريق مؤسسه نشاء وبارات اختراع. اذا من هذا الامر قدرنا انه نجيبوا فكره ونقوموا بتجسيدها على ارض الواقع، وتكون هي مذكره التخرج بالنسبه لطلبه ماستر 2 وسنه ثالثه ليسانس. هي عباره عن مؤسسه تقوم بتوظيف أصحاب الشهادات والكفاءات المهنية والخبرة، يعني يكون عندنا شخص يملك خبرة مهنية في مجال معين أو ربما شهادة في تخصص معين، احنا ندخلوه عندنا من خلال لأن هذه المؤسسة يعني هي مربوطة بتطبيق إلكتروني عبارة عن أبليكاسيون. واش نديروا فيها؟ لكل صاحب خبرة أو شهادة أو خبرة مهنية عنده قاعدة بيانات في الأبليكاسيون هذه تاعنا، عنده قاعدة بيانات. إذا واش نديروا حنايا؟ نكتبوا له قاعده بيانات من خلالها يستطيع المواطن ولا الشخص الذي يطلب صيانه عطل الماء، اذا ربما المستشفيات، عدد المستشفيات، عدد المصانع، الاعطال التي تصيب المنازل، وبالاضافه الى الكثير من المؤسسات. يعني كما على بالنا الاعطال موجوده في كل المجالات وفي كل الامور. إذا واش نديروا حنا؟ نوظفوا هذا الشخص، ويقوم المواطن اللي يحتاج انه صيانه كاش عفسه واش يدير؟ يكونتاكتينا من خلال الابليكاسيون، حنا نبعثوا له صاحب التخصص حتى للدار ولا حتى المؤسسه، يعني يخدم له هذا العطل، ويتم الدفع الكترونيا، وهكذا باش نسهلوا على المواطن انه يخدم الامور تاعو، بالاضافه الى انه نقلصوا من مشكل البطاله. انا راهي فكره. نعم. كيفاش باش تحولها مشروع؟ هل توجهت الى حاضنه اعمال؟ طبعا احنا رانا منضمين لحاضنه اعمال تاع جامعه البويده، جامعه العفرون. نعم. يعني في جوان ان شاء الله، ولا في جوان في نهايه السنه الجامعيه. نتخرجوا من خلال هذه المشاريع. وفي الاخر راح يكون فيه تمويل لهذه المشاريع كما قال السيد وزير التعليم العالي.
نعم راه يكون فيه تمويل لهذه المشاريع، ومن خلال التمويل اللي راح تقدمه الدوله للمشاريع تاع الطلبه من خلال راح ننطلقوا ان شاء الله في تطبيق هذه المشاريع على ارض الواقع. وبارك الله فيكم. عندها سؤال لك حكيمه. انا نسقسيك فقط، نعم. المشروع هذا راك فيه وحدك ولا فيه طلبه؟ لا انا راني مع التطبيق. شكون اللي؟ نعم احنا رانا اربع طلبه في ربعه مقبلين على التخرج، الطالبه رانيا حسني، الطالبه يسرى حسني، الطالب عمر العرس، وانا الرابع. ويعني احنا رانا في ملف واحد وفي في في, في جوا ان شاء الله نسوتنيو كيف يعني نسوتنيو في بمشروع واحد. اكيد معايا الاخت. هذه هي مجمل الفكره. وسيب بارك الله فيك الاخضر. انا نفرح كي نشوف هكا شباب متمكن وعلى باله واش راهو حاب وعلى باله الفكره تاعو وين راح يلحق بها وشكون هي الشريحه اللي تحتاجها. متمكن جدا من الفكره تاعك، نتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفها مؤسسه ناشئه ناجحه وتضيف الكثير للاقتصاد في الجزائر. بالضبط صح. اسمها هو كانت هذه التعليمات، ونعاودوا نجيبوك ان شاء الله في البلاتو معنا في مايند سيت وتحكي معنا في في اي واي على المشروع ديالك. صح، هي كان القرار الوزاري اللي كان بزاف كاين مؤسسه ناشئه بهذه الصيغه، هي مشاريع تخرج جامعيه بزاف منها ما زالت في الاطار هذا. سنه 2023 راح تكون فيه بزاف مشاريع كما هذه الصيغه تخرج من الجامعات وتكون عباره عن مؤسسات ناشئه. بالطبع مازلنا ثاني كنحكيو مع الببليك ديالنا لو حضر معنا مختلف الشباب حاضر معنا عندهم مشاريع واحده اخرى، نزيدو نتعرفوا على مشروع اخر من عند مريم. مرحبا بك مريم. مرحبا بك، ترحب بك الجنه. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. احكي لنا على المشروع ديالك مريم. المشروع تاعي بدا اول حاجه كان هوايه، ملي كنت صغيره نحب نخدم الشمع ونشري شمع ونشعلهم وكامل. بديت من ما جبتش الباك، كي ما جبتش الباك تاعي قلت لازم ننتقل ندير حاجه باش نلهي بها روحي. خرجت الغزيل تاعنا باك 2020، خرجت الغزيل تاع مع المولود. اي بديت خدمت شوي شمع نشفى، رحت لبابا قلت له بلي حابه ندير مشروع كامل، كان عندي شوي دراهم، بابا زاد دعمني شويه، شريت ليمول، شريت الماتيغ بروميير، شريت شوي صوالح وبديت خدمت. ومن بعد بحثت شوي شمع، دخلت راس المال وزدت الفايده، موراها انتقلت رحت درت دوره. هو عندنا عرس من بعد تعطينا شويه شمع نحنيو الواحد معانا هنايا. مرحبا بكم رفيق، جيب لكم. قلت لك انتقلت وبدا يوجد في روحه. حبيت نطور من المشروع تاعي، رحت الدورة تعلمت، شاركت في معارض، كنت نشوف كل مرة نشوف الناس كيفاش هم يخدموا ويتطوروا، بديت نطور في روحي مرة على مرة. ومن بعد كانت روماركيت بلي لهيتني شوية على القراية تاعي، كي لهيتني على القراية تاعي توقفت فترة. ومن بعد كي عاودت وليت صارت لي مشكل، سرقوا لي دراهم في شركة التوصيل، يتسمى أنا دوكا حبيت حبست كلش وحبيت نخدم لوغو باين، ندير ماركه اغري جو باش ما نتعرضش للسرقه مره اخرى. اسم انت دوكا راكي حابه ترجعي المشروع تاعك من الانترنت الى مشروع اقتصادي يساهم في التنميه. نعم. لكن برك قولي لي، اسكو توجهتي الى حاضنه اعمال؟ هل شفتي خبير ربما واحد عنده خبره مستشار ربما في المقاولاتيه ليقدر يوجهك؟ شفت في الغرفه تاع الحرفيين تاع بليده داروا لنا كيفاش نديروا كيفاش نسيروا مشروع مؤسسه ناشئه. راني مره على مره نتعلم، كل ما نسمع بلي كاين دوره راني نروح نتعلم ونشوف، راني نبحث مازال راني. نتمنى لك التوفيق مريم ان شاء الله. الواحد اللي يكون عنده فكره وعارف روحه وين راح يلحق بالطبع انه يستطيع انه يلحق، فقط لازم له الاليات، لازم له الخطط، لازم له كذلك يكون مؤطر مكون في المجال اللي اختاره هو باش يلحق للاقتصاد وللتنميه المشروع ديالو الاستثماري اللي يقدر يعاود يولي بالفائده عليه وبالطبع في التنميه الاقتصاديه الجزائريه يساهم بكثره. هذا بالنسبه للراي تاع الببليك لو حاضر معنا. بالطبع الشباب كذلك مهتم في هذا الشيء، وعلى هذه احنا انتقلنا للشارع وكنا درنا ان بتي سونداج مع لي جون ديالنا لو مهتمين بالاستثمار، ناس عندها مؤسسات ناشئه بدات الاستثمار ديالها وناس راهي في طور اللحاق بهذا الشباب. شوفوا معنا في هذا السونداج. أشجع هذه الفكرة، وأنا بالنسبة لي عندي بذاتي مشاريع كنت نخمم نديرهم، ودونك نقرا في الجامعة بالذات شفت بلي كاين دار مقاولاتية اللي تنظم مشاريع كيما هادو وتساعد طلبة وتمدلهم حتى أموال تمول المشاريع تاعهم.
وانا بالنسبه لي هذه حاجه فريمون عاونتني، عطتني افكار كثيره. حتى انا عندي يعني عندي بروجكت درتهم وينجحوا لي الحمد لله. يعني الشباب هذا الوقت ولاو يحبوا الاستثمار ولاو يحبوا يديروا لي بروجي وحدهم. نخدم بروجي لحالي، علاش؟ حابه اول شيء باش ننمي روحي وننمي من قدرات دياولي، انه نخدم بروجي صغير نبدا باذن الله بالعقل بالعقل ونطوره، ومع المدى بيا انه نخدم حاجه تمثل الجزائر ونروج المنتج الجزائري للخارج ان شاء الله. شباب تمكن، عنده خرج من الجامعه، تخرج عنده شهادات عليا، ماجستير ولا لا ليسونس ولا دكتوره، ماذا به يكون عنده شركه، طموحات في المستقبل، يوظف عمال، يكون عندي يجسد الافكار اللي قراهم واللي تعلمهم اللي راح يطرحهم في هذا المجتمع. ديجا بديت نخدم على ابليكاسيون، عندي 3 موم اللي بدينا نخدم انا واحد صاحبي على ابليكاسيون تاع ديبوناج تاع كرارس وكذا. يتسمى انا شغل عندي بزاف اللي بديت نخمم فنبدا شغل باش الاستثمار تاع نخدم بوست سالاري مانيش حايب. هذه حاجه مليحه الشباب يروحوا للحاضنات الجامعيه يطوروا من نفسهم، يحفزوا روحتهم بالافكار. والحاجه اللي مليحه ثانيك الحاضنات الجامعيه تحمي فكره الشباب. دوكا يقدر يستثمر ويالو كان باجا فيسبوك ولا تما لونتربريز جات لعندو للدار. مثلا انا الفكره نتاعي تاع الميموار كي نكمل يعني بعد التخرج ندخل للاستثمار عن طريق الحاضنات الجامعيه اللي راهي توفرهم لينا. دليل على تطور الشباب يعني في مجال العمل، اصبح يعني الشاب في بمجرد انه عامل او موظف اصبح اراد ان يكون صاحب عمل او صاحب مشروع، وهذا نتيجه الاطلاع ونتيجه التطور اللي رانا عايشينه الان. يعني بكل شاب عنده مشروع في حياته يقدر يستثمر فيه، تحصل على وسائل ويطبقها ويجسدها، يكون منتج ويساهم في تطوير الاقتصاد. يعني يبعد على الطريقة التقليدية القديمة أنه هي طريقة نوعا ما تاع الكسل، نحوس على الدخل الفردي والدخل الآخر دون المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. بون أنا ناوي أختي العزيزة أنا نفيستي في التريدينغ، إذا ما صدقليش التريدينغ بالك كاش بروجي، بالك نفتحو كاش أونتربريز، بالك نديرو كاش عفسة، ليسونسيال بيزنس، شغل ما تو ديبون دو توا ما ديبونديش من الغاشي. بون مو أنا حاجة مليحة ديدو يا صافا، يديرو لي بروجي صغار وكاين اللي ينجحوا وكاين اللي يروحوا بعيد. الحمد لله ماشي كيما بكري، وكاين دوكا الانترنت. حام اخترات جات في راسي هكذا، يعني حبيت ندير هكا مشروع ومنا، وكما قلت لك باش نروحوا لبعيد. صبر الاراء، هذا اللي شفناه كان فيه عده اراء مختلفه ما بين شباب اللي بدا المشاريع تاعه، وشباب اللي مازالوا في مرحله الفكره اللي مازالت ما تجسدتش على ارض الواقع، ولكن فيه دائما نيه انهم يبداوا ويدخلوا في مجال الاستثمار اللي ولا اليوم يهم بزاف الشباب، ولا كذلك يستلهم مختلف القطاعات. يعني ما نسيبوش في القطاع الاقتصادي فقط ولا القطاع الفلاحي كما راه معول يدير رفيق مشروع. وعلاه لا رفيق؟ يعني المشروع ديالك مهم جدا، وخاصه مهم. انا كنت شفت مختلف استراتيجي. الشباب اسمح لي، شباب في الجزائر اللي راهم يحاولوا انهم يديروا مشاريع لرقمنه قطاع الفلاحه. اليوم قطاع الفلاحه هو قطاع اقتصادي محض، وقطاع يساهم في التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا، وعلى هذه يجب الاستثمار فيه. الفلاحة احنا كي نقولوا الفلاحة قعدت في بالنا بلي الفلاحة دائما للناس الكبار، الناس الفلاحين اللي عندهم خبرة يعني في الأرض، لكن يقدر أي واحد اليوم يستثمر، فقط يكون عنده فكرة لتضيف لهذا المجال. الفكرة والإرادة لازم كي يبدأ يخدم على بال وين ورايح. مثلا حنا هنا في العاصمه ما عندناش اراضي فلاحيه، راح يبعد، راح يهبط للصحراء، راح يهبط لجهه البيض، راح تما راح يخلي وقته وجهده وماله. يعني راهم كاع راح تما، ماشي قال ياتيان معناتها تخرج من لا زون كونفور تاعك هذا يخرج وراح منطقه راح يحط كاع القوه ديالو فلاحيه في العاصمه. على محيط العاصمه تخرج الضواحي صغار 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 ما يلبيوش الحاجيات تاع ما نكتبوش كبيره هذوك ربما بعد البساتين. هي عندها الحق حكيمه، انا نشوف باللي الواحد كي يبدا في مشروع شاب
فكره جديده، يبدا في ربما ارض صغيره، ما حش تبدا انت في ارض كبيره تخاطر بها. صح تكون نسبه المغامره والمخاطره تكون عند المقاول ولا عند الشاب اللي يحب يستثمر، بس ما تكونش الى درجه انه يغامر بمشروع حتى يفشل له. غير من البدايه عنده دراهم بزاف، هذيك عنده دراهم. المهم احنا مازلنا نحكيوا على مختلف الشباب الناشط، وواحد من الشباب الفاعل جدا في المجتمع بمشروع مهم جدا، مشروع تطبيق جديد راح يكون معنا في الفي اي واي بعد الفاصل. في الفي اي واي دائما نستقبلوا شاب ناجح معنا هذه العشيه في فيري امبورتنت يوث، فارس سليماني مرحبا بك. سلامتك فارس. الله يسلمك. واش راك؟ لاباس. واش راهم ناس سندية؟ بخير الحمد لله يا رب. سلموا عليهم ونتحوهم كامل في هذه الأمسية على قناة شبابية. بالطبع عندهم شباب ناجح، وكان حاضر معنا العديد من الشباب من ولاية مندية، واليوم حاضر معنا فارس. فارس باش يحكي لنا على مشروع ديالو، عندك مشروع كرافتي. وشنو هو كرافتي؟ مشروع كرافتي، منين جات الفكرة؟ هو مشروع كرافتي هو سيتي أبليكاسيون موبيل، بحيث أصحاب الصناعات اليدوية بجميع أنواعها الصناعات اليدوية يكسبوزيو الخدمه تاعهم في لابليكاسيون، ويلقاو مارشي، يلقاو دي كليون ليهم، ومن جهه ثانيه لي كليون هذوك يلقاو الصناعه اللي راهم يحوسوا عليها. هذه اون جينيرال الفكره تاعها كيفاش جات. هي من الحاجيات اليوميه البسيطه تاع المواطن الجزائري. من التجربه تاع كرافتي هو الحرفي، كرافت جايه من كرافت، جايه من كرافت. كرافت هي الحرفه، وكرافتي هو الانسان اللي يجيد الحرفي، اللي يدير الحرفه. بون انسان اللي مليح في الحرفه تاعو يسموه كرافتي، اللي ناجح. ايه اللي يكون انسان يتقن العمل. ايوه. قل لي فارس، هل عاونك واحد في المشروع؟ يعني اطرك ولا صديق شاركت معه افكارك ووجهك، ولا ربما مستشار في المقاولاتيه يكون ورالك كيفاش لازم تدير، ولا التقني يكون عاونك في التطبيق تاعك؟ ايه هي المشروع بدا بدايته كان مشروع تخرج، بروجي فاند ايتود. انا طالب اعلام الي، السنه الاولى ما تستحقش مساعده في هذا المجال. وي بدات الفكره تاع التطبيق، هي جات الفكره من قلت لك من الحاجيات اليوميه تاع المواطن الجزائري. مثلا واحد خاصته صناعه سبيسيال، سيرفيس سبيسيال، مثلا شاب يخدم في بلاصه بعيده ساكن وحده، حوس ياكل الماكله تاع الدار، توحش الماكله تاع الوالده. مثلا على سبيل المثال ثم يقدر في باستعمال كرافتي يقدر يشوف لي سيرفيس مثلا تاع الطبخ، يشوف لي سيرفيس واش من الطبخ يحوس عليها اكزاكت، يشوف لي كاليتي، يشوف لي بري، يشوف لي زافي تاع العباد اللي ديجا شراو من عندهم. ايه شراو من عندهم. منضمين ليكم الحرفيين في لابليكاسيون؟ هي باش نبداو ننشروها على الحرفيين، مازال ما لحقناش لي طاب هذيك، بصح عندنا كونتيتي تاع حرفيين اللي نبداو بها. سجلتوها في براءة اختراع؟ عطيتوها؟ درنا لابيل شركه ناشئه. واش هي الحرف اللي تغطوها من هذه الابليكاسيون؟ تغطي كاين صناعات اليدويه، ماشي الحرف، احنا ما نذكروش حرف باسكو الحرف هي مخصصه، هي فئه مخصصه، حرف نقولوا الصناعات التقليديه والصوالح. بصح فيها ثانيك فيها كما قلنا الطبخ والاعمال المنزليه، وفيها لي سيرفيس الكترونيك، مثلا ديفلوبور، انسان ريباراتور، هذو الاشياء. فيها تاع الفن، تاع مصور، رسام، فرقه موسيقيه، وفيها ست كاتيجوري. فارس قل لي شحال في عمرك؟ 21 سنه. 21 سنه. 21 سنه فارس، انت اللي درت هذه الفكره تاع المشروع، خممت في الناس اللي تحتاج هذه الخدمه اللي راك تعرض فيها في التطبيق. على هذه درت المشروع. لكن اليوم انت راك متحصل على لابيل، وغدوه من غدوه حتصبح عندك مؤسسه ناشئه. هل انت مستعد دخول عالم الشغل من جانب المؤسسة الناشئة، يعني تكون مسؤول على مؤسسة، واستعديت أنك حتكون في سوق العمل؟ هي مش حتكون قضية كبيرة، بصح على حسب ما رانا نشوفه في الدولة الجزائرية تاعنا دركا، كما وزير اقتصاد المعرفة مؤسسات الناشئة، وزير التعليم العالي، والمجتمع الجزائري بصفة عامة راهم مع الفكرة، وراهم مهتمين، وراهم واقفين معنا، وكان واضحين الوزير كان واضح بخصوص المؤسسات الناشئه. يعجبني هذا الشباب المغامر اللي يدخل في المشروع، يدخل في المشروع بلا ما يخمم في الخطوره ولا في الصعوبات، باش ما يحطش روحه وما يديرش روحه. الذهنيه تاع الشباب اللي دوكا لا مونتاليتي تاعهم، هذا هو المايند سيت اللي نحكيو عليه في كل مره. دوك انا كيما بديت على واحد جاري،
بصح راني نشوف دوكا شغل الشباب خرج من هذيك كي خرج من الجامعه يدير سي في ويروح يحطوا في المؤسسات. صح. خرج من هذيك العقليه راهو بدل راهو يحب يكون هو. بس كنت نسمع الارقام راهي الارقام كبيره يعني في الجامعات اللي رانا نسمعوها تاع براءه تاع الافكار الجديده اللي تسجل. يعني كي تسمع هذه الارقام تفرح باسكو فيه اهتمام. فيه اهتمام كبير. يقضيوا برك على المستقبل. كاين مستقبل كبير هنا في الجزائر. بالك ربما ما تبانش الريزولتا هذا العام ولا العام الجاي، من على خمس سنين ست سنين راح تبان، راح تبدا تبان الثمار تاع المشروع تاعه ومشاريع. ان شاء الله. ستانبريزيغ تشوف واحد جان هكا 21 سنه تجاوز هذيك الافكار السلبيه تاع والعراقيل هذيك، سيرتو راك واجهتها باينك، واجهتها هذيك تاع ناس سلبيين يقول لك باش تلحق لازم لك ولازم لك، بصح دي جان هكا هم مستثمرين كبار ما يقدروش يخاطروا براس المال. هذا هو الاشكال اللي عندنا احنا. شوف ديجا هكا ما شاء الله، الله يبارك يعني. هذا هو الشيء اللي نحبوا نشوفوه في الشباب تاعنا. تحيه كبيره عليك فارس، يعطيك الصحه اللي حضرت معنا اليوم. احنا مازلنا نحكيوا على كل حال على شباب المستثمر، شباب الناجح في مشاريعه. انت انا نشوفك ناجح اليوم حتى وان مازال ما بديتش في مؤسسه ناشئه تاعك، لانك متحصل على لابيل، وهذا الشيء يفتح لك المجال انك تدخل الى سوق العمل من خلال التطبيق ديالك. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تعاود تولي معنا وانت صاحب مؤسسه ناشئه. ان شاء الله. شكرا لك فارس سليماني اللي تحضر معنا، كل التوفيق. احنا مشاهدينا مازلنا حاضرين معكم، ولكن بعد الفاصل نبداو في النقاش مع المختصين بعد الفاصل. مازلنا معكم مشاهدينا على قناة شبابية، دائما باش نحكيو في المايند سيت، على المايند سيت تاع الشباب اللي ولا يستثمر ولا يتجه دائما الى الاستثمار والمؤسسات الاقتصادية اللي تدخل في التنمية الوطنية بالطبع. وباش نحكيو اكثر على هذا الموضوع نحكيو فيه مع الخبراء اللي محاضرين معنا، نرحبوا بهم تحت تصفيقاتكم مشاهدينا. معنا حاضر الدكتور عمر هارون خبير اقتصادي، وكذلك حاضر معنا صيغي عبد الرؤوف مستشار في المقاولاتية وكذلك مؤسس حاضنة أعمال. مرحبا بكم. مش راكم لاباس؟ الحمد لله. وانتوما؟ الحمد لله. فرحانين كي جيتونا. صباح الخير يا الحمد لله يا ربي. انا فرحانين كي نشوفوا شباب هكا متحمس بمختلف المشاريع كما كان معنا فارس، نزيدوا نتحمسوا اكثر. نحبوا نحكيوا في هذه المواضيع اللي ولات اليوم تهم الشباب، ومن هذه النقطه نبداو. سابقا ما كانش الشباب يهتم بالمشاريع الاستثماريه بالمؤسسات الناشئه، ولكن من بعد هذه التسهيلات اللي راهي تقوم بها الدوله خاصه في مختلف الوزارات المعنيه بالشباب، نشوفوا انه اليوم مشاريع اقتصاديه صار اكبرها يمولها الشباب. هل هذا الشيء راجع فقط للتسهيلات او كذلك سوق العمل اليوم ولا يتغير ويفرض علينا انه الشباب لازم يصبح فاعل في الاستثمار؟ بارك الله فيكم على الحصه الشبابيه، شكرا لطلاطو والحضور الكريم لكرونيكر. طبعا الجهود المقاولاتيه في الجزائر ما بداتش حديثا، بدات من 2006. كانت عندنا دور المقاولاتيه في الجامعات، الجامعه الجزائريه تقريبا فيها كلها دور المقاولاتيه. الهدف تاعها كان نشر الثقافه المقاولاتيه، كان مجموعه من البرامج ايضا في المدارس العليا، نذكر منها برنامج الافيه. لانه احنا كي نتكلموا على انشاء شركه ناشئه او انشاء مقاوله، نتكلموا على ثلاث مراحل اساسيه: البري انكيباسيون، الانكيباسيون، لاكسيلاسيون. دونك لو بري انكيباسيون سي لاكرياسيون ولا خلق الثقافه المقاولاتيه لدى الشباب. الشباب عملنا معاهم في دور المقاولاتيه وفي البرامج هذه،
ناس خدمت لي مده 14 15 سنه لغرس ثقافه المقاوله. هي المشكله كانت في مناخ الاعمال، في هذا مناخ الاعمال. الان مع قدوم السيد رئيس الجمهوريه، مع التسهيلات اللي وجدت على مستوى القوانين، احنا كلمه شركه ناشئه ما كانتش كاينه في القانون الجزائري الا في 2020. يعني منذ 2020 بدات عندنا شركه ناشئه، بدات عندنا بيئه اعمال، درنا لجنه الوطنيه لابيليزاسيون فيها لابيل مشروع مبتكر، لابيل شركه ناشئه، لابيل حاضنه اعمال. انطلقنا ايضا في مجموعه من التسهيلات على مستوى مختلف الدوائر الوزاريه، مؤخرا القرار 1275 على مستوى وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل المشترك مع وزاره اقتصاد المعرفة، شركات ناشئة وشركات مصغرة. الهدف الأساسي هو أن يكون هناك آليات وميكانيزمات لتخلي الشباب قادر على أنه ينشئ المؤسسة تبعه يعني في أرض الميدان. أيضا تسهيلات في عملية التمويل، نقدر نذكر الله يسف صندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة. هناك أيضا المادة 11 من قانون المالية اللي صدر مؤخرا في سنة السنة الجارية سنة 2023 ليسمح بتمويل الحاضنات اللي تحصل على لابيل. إذا كل هذا مناخ الأعمال اللي راه موجود الآن خلى الشباب اليوم يقتنع على أن هناك مرافقة، هناك إرادة سياسية حقيقية قادرة تعطي قيمة مضافة. دونك حنا دورنا في أرض الميدان هو تقديم كل المعلومات الضرورية والرئيسية، سواء أنا سواء خويا رؤوف سواء كثير من الناس اللي راهم موجودين في أرض الميدان. وخليني نذكر مثلا اللجنة الوطنية التنسيقية للابتكار وحاضنة الأعمال الجامعية اللي راهي موجودة على مستوى وزارة التعليم العالي مع مجموعة من القطاعات اللي اليوم راهي تعطي في نفس جديد في أرض الميدان باش نجسدوا هذه الأفكار باش نخرجوا من جانب النظرين. بالحديث على الميدان نروحوا اللي راهم في الميدان كذلك. راهو حضر معنا صيغي عبد الرؤوف اللي هو مؤسس حاضنة، أول حاضنة في الشرق الجزائري. حاضنة اللي اسمها حاضنة إنوست كومباني. تحية لجميع المشاهدين وتحية لكم. حاضنة إنوست كومباني كانت أول حاضنة أعمال في الشرق الجزائري، تحصلت على الوسم من الوزارة الوصية كما كان يتحدث الدكتور، يعني بعد الإصلاحات الأخيرة وإنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة، ومن ثم أصبحت وزارة كاملة الصلاحيات. تحصلنا على وسم حاضنة أعمال وسطرنا برنامج معين لمرافقة شباب أصحاب الأفكار وحاملي المشاريع. كانت البداية يعني بعدد قليل، يعني تلقينا العديد من التسجيلات على مستوى المنصة. كانت فيه لجنة لانتقاء المشاريع مشكلة من عديد من الخبراء، سواء أساتذة جامعيين، أخصائيين في الميدان في جميع التخصصات، سواء يعني كنا ركزنا خاصة على مستوى الشرق ولاية تبسة، يعني ركزنا على مشاريع في الجانب السياحي، ركزنا كذلك على مشاريع في الجانب الفلاحي، وكذلك في جانب المناجم والطاقات. انت دورك المرافقة، يعني أن تشوف أنه الشباب اليوم الهدف دياله من وراء هذه الأفكار هو إنشاء مؤسسات ناشئة قصد التنمية والمساهمة في الاقتصاد، أو الهدف تاعهم فقط أنهم دخول سوق العمل وما يكونش موظف عند ربما مؤسسة أخرى؟ هو يعني راح يكون هدف مشترك وراح يكون فيه تسلسل. يعني الشاب لما تكون عنده فكرة ويقبل أنه يأسس المؤسسة الناشئة تاعه أو يتوجه ناحية حاضنة من أجل تحويل هذه الفكرة إلى مؤسسة، يعني راه يطرق أبواب سوق الشغل، ويعني راهو حاب يشكل مؤسسة تاعه ويكون مسؤول عن مؤسسة أو مسؤول عن فريق عمل مختص في مجال معين تخصه، فقط يخصه التأطير، تخصه المرافقة. الشباب الجزائري عنده المادة الرمادية، يعني يقدر يفكر يقدر يبدع، لكن كان يخصه تأطيره فقط. أستاذ عمر هارون، وأنتم أستاذ في الاقتصاد جامعة العفرون، جامعة المدية. كان مؤخرا القرار الوزاري تاع وزارة التعليم العالي، وكان شباب بزاف اللي يعني راهم يفكروا باش يحولوا مشاريع تخرج تاعهم الى مؤسسات ناشئه. واش هي المجالات الكثيره اللي يميل ليها الشباب في الجامعات باش يستثمر فيها؟ سؤال جميل. احنا انا راني عضو ايضا في اللجنه الوطنيه التنسيقيه للابتكار وحاضنه الاعمال الجامعيه، انا ايضا مدير حاضنه جامعه المديه، يعني نرافق في هذا الشباب. مثلا فارس التجربه نتاعو كان عباره عن موديل يدرسوا فيه واسمه كري ديفلوبين ستارت اب على مستوى سنه ثالثه انفورماتيك. فعوض نروح ونقروهم كور عادي تراديسيونال، عملنا معهم في هذا المجال، طورنا لهم افكارهم، واليوم اصبحت لديه يعني مؤسسه مشروع مبتكر عنده لابيل، والان راح يعني حنحطوه في ارض الميدان. احنا في جامعه المديه عطينا له ايضا المقر
باش يشتغل وباش يعمل وباش يديفلوبي هو والفريق. قوموا بورشات مع الشباب. لا حتى عنده المقر الخاص، لانه في القرار 1275 وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلب انه الشباب اللي يحصل على لابيل يكون عنده مقر، يعني مكتب يقدر يمارس فيه العمليه. كيفاش طورتوا هذا المشروع؟ كيفاش طورناه؟ طبعا لانه كاين مجموعه من المرافقه، طبعا كاين الجانب التقني يتولاه الاساتذه في المجال الانفورماتيك والجانب الاعلام الالي، وحنا على مستوى الجانب الاقتصادي نرافقوه خاصه في دراسه الجدوى الاقتصاديه واللي نسميوها في الشركات الناشئه لو بي ام سي. هذا البيزنس موديل نتاعو كيفاش يقدر يديفلوبي، وين يقدر يحط المؤسسه نتاعو، لانه الطالب كيكون في المجال التقني اكبر مشكل راح يعترضه انه لا يفهم في الجانب الاقتصادي واين هي القيمه المقترحه بالنسبه ليه، شكون هما الزبائن نتاعو، وشنو هي التكاليف اللي عنده، وشنو هي الايرادات، شكون هما الشركاء نتاعو. هنا هذا هو التخصص نتاعنا، عمليه المرافقه وعمليه ايضاح بيئه الاعمال، لانه الكثير من الشباب اليوم متخوف يقول لك انا اليوم ندير ريجيست كوميرس ولا ندير لابيل ولا ندير بطاقه حرفي واش ندير. اذا حنا كيجيو لينا كمختصين وكمرافقين، الهدف نتاعنا الاساسي هو تقديم هذاك اللي يتكلم منذ قليل زميلكم قال انا اتصلت بخبراء. علاش يتصل بخبراء؟ لانه اذا كان هناك غموض الخبير واش دوره، اذا كان غموض راح يفتح لك عينك وراح يوضح لك الظروف. وهنا خليني نفتح قوس فقط ونتكلم على انه انشاء شركه ناشئه يكون بثلاث امور اساسيه، اما يكون باكتشاف، اما يكون باختراع، او يكون بابتكار. هنا اذا كنا في اكتشاف ولا في اختراع راح يدي براءه اختراع من عند لينابي اللي هي المعهد الجزائري للملكيه الصناعيه، او اللي عنده ديكاتي على مستوى الجامعات. اذا كنا في حاله الابتكار ما يحتاجش يدي براءه اختراع، انه يطور فكره موجوده اصلا. نعطيكم مثال، اول سياره كهربائيه كان المشكل الاساسي نتاعها عند كبار العلامات هي انه الباتري اللي كانوا يخدموا فيها ما لقاوش حل باش يطوروا باتري تمشي 2000 ولا 3000 كيلومتر. جاء اول مخترع لها اللي هو إيلون ماسك، لم 15000 باتري صغيره وحطها في علبه مقاومه للانفجار لانه كان خطر الانفجار، واطلق اول سياره كهربائيه. اذا هنا ماهوش اختراع ليدي عليه براءه اختراع، لكنها ابتكار وظف تطوير فكره، وظف ما هو موجود امامه واستطاع انه يخلق قيمه مضافه في السوق. وهذا ما نرافق اليه طالبتنا، انه لانه الطالب اليوم مش مشكلته الان الطالب، انه ما على بالوش وين يحط القدرات اللي راهي موجوده. نعطيك مثال، رحنا لباب الزوار في معرض النوادي العلميه لقيناهم يخدموا لي درون، لي درون يخدموا مع ذاك لو مولاج، يعني يديروا لو مولاج. هما كانوا يشوفوا انه هذا لا فالور اجوتي اللي كاينه في البروجي تاعهم سي درون هذيك اللي تطير. حنا لما شفنا السوق لقينا بلي سوق ماشي متشبع، لكن هناك عراقيل في السوق. طلبنا منهم انهم يحولوا الفكره تاعهم الى صناعه ليمول، لانه في الجانب الصناعي الكثير من المؤسسات تحتاج هذه تقنيه المولاج باش يروحوا يقدموها ويحطوها في السوق. وهنا المردوديه تاع المشروع نتاعهم راح تكون اسرع اقوى واكبر. انتم راكم في الميدان تعرفوا الاحتياجات، يعني يكونوا قطاع غيار تقدر يروحوا في قطاع الغيار، يروحوا حتى في ابتكار امور جديده، يساهموا بنسبه الادماج في قطاع من القطاعات. هذا هو الفكره اللي حبيت نلحقها. يعني احنا الفكره اللي حبيت نلحقها انه احنا كي نرافقوا الشباب ونوجهوهم حسب الافكار نتاعهم وحسب احتياجات السوق نوديهم، يعني نقدر نخرج بليزير فالور اجوتي من مشروع واحد. احنا شفت واحد الخطره رجل اعمال هو ذكي جدا وناجح بزاف في الولايات المتحده الامريكيه، راح للجامعه وطلب من الطلبه انهم يطوروا له مشروع تاع الفضاء، وانه اللي ينجح في هذا المشروع ويقدم يعني المشروع الناجح راح يموله ويتبناه وكله، وبالتالي بداوا الطلبه يتنافسوا، تشوف هنايا مشروع هنا مشروع هنا مشروع هنا. هنا في الجزائر وين توصلوا لهذا المستوى هذا من طرف المستثمرين باش يروحوا يستغلوا الطاقات والقدرات تاع الشباب كما اللي شفناهم اللي فاتوا معنا؟ يعني الله يبارك ما شاء الله. سي رؤوف يعرف والمختصين يعرفوا في المجال انه اليوم الدوله تدخلت لما وجدت انه الساحه فارغه ما كاش تمويل من القطاع الخاص، انشات لا يسف، لانه الدوله كانت مضطره حتى يكون هناك اطلاق لهذه المبادره على المستوى يعني الحقيقي والميداني. نظن انه الان هناك تحفيز للقطاع الخاص حتى يدخل في هذا المجال. الماده 11 اللي تكلمت لك عليها في قانون الماليه تسمح انه يكون هناك دعم لحاضنات الاعمال في حدود 30% يعني وتسحب لهم او تنزع لهم من الضرائب في نهايه السنه. ومنه الان الدوله ترافق المؤسسات الاقتصاديه باش يكون عندهم دي فون دو ريسك، نسميهم لي فون دو ريسك ولا تمويلات المخاطره، ويقدروا يقدموا هذا الاضافه لحاضنه الاعمال الخاصه كما راهي موجوده. باسكو كاينه الذهنيه هذه عند المستثمرين. نعم موجوده. موجوده. اللي كان ناقصنا هو الكادر القانوني. الان الحمد لله المسؤولين في الدوله على وعي تام بهذه الرهانات الموجوده، كتقول رئيس الجمهوريه يتكلم في خطاباته ويقدم في توجيهات في هذا الاطار.
تفهم انه اعلى سلطه في البلاد لديها رؤيه في هذا المجال، ومن هذا المنطلق فالتنفيذ الان راهو بخطى حديثه. مش كنا في 2020 وشرانا اليوم، نظن باللي هناك انتقال عفوا سريع وسريع جدا خلال هذه العمليه. استاذ، وش هو الفرق بين حاضنات الاعمال الخاصه واللي موجوده في الجامعات؟ خلي رؤوف شلون تجاوب عليه. هو يعني ما راحش، هو حاضنات الاعمال تعمل يعني وفق برنامج معين، تختلف من حاضنه الى حاضنه. على سبيل المثال نوجد حاضنات أعمال خاصة متخصصة في مجال معين، نجد على سبيل المثال حاضنة مختصة في مجال النقل، أي أنها تستقبل مشاريع فقط في مجال النقل. أما مراحل الاحتضان فهي كما ذكر الدكتور هي لابري انكيباسيون، انكيباسيون إلى فاز أكسيليراسيون. دونك حاضنة الأعمال راح تختص في حاجة معينة. على سبيل المثال حاضنة إنويست كومباني كانت أول حاضنة مولت نماذج الأولية، يعني استقبلنا أفكار لشباب. لما قمنا بجلسة عمل مع هؤلاء الشباب لقينا أنهم بحاجة إلى تسييد نموذج أولي للحصول على وسم مشروع مبتكر أو وسم مؤسسة ناشئة. إذن ما كانتش يعني القوانين تسمح أن الدولة تقوم بتمويل نماذج الأولية، وشفنا أنه لديهم أفكار يعني أفكار جيدة قابلة للتجسيد، يعني قابلة أنها تكون في السوق رائدة. إذن قمنا بتمويل أفكار هؤلاء الشباب وتمويل نماذج الأولية تاعهم، مما أدى لإنشاء النموذج الأولي ثم الحصول على الوسم. لما الشاب يتحصل على الوسم رح يكون له حافز، لأن الوسم يحمل العديد من الامتيازات. إذن الشاب هنا يقول لك ما عندي ما نخسر، أنا تقدمت الحاضنة ديت تحصلت على الوسم، الآن راح نبحثوا على التمويل. التمويل سواء عن طريق لاسيف صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، أو كذلك كنا ننظموا لهم يعني جلسات عمل مع المستثمرين لبزنس أنجل، تلاقيهم بالمستثمرين. كنا نوجه الدعوة للمستثمرين. على سبيل المثال درنا 2 جلسات عمل، اتصلوا بمستثمرين باش نبسطوا شوية اللغة مع الشباب. عارف دوك عم يتبعوا فينا دي جلسات بقى جلسات عمل ومنا دوك معناتها تجيب المستثمر تريحوا مع صاحب هذا المشروع وتقنعوا باللي يقدر هذا الشاب هذا يقدم لك خدمه للمؤسسه تاعك ويتبناها. احنا كنا نحضروا هؤلاء الشباب، يعني نعلموه كيفاش يقدم المشروع تاعو في دقيقه، كيف يمكنه ان يجذب مستثمر، كيف يمكنه ان يجذب الانتباه، ما هي النقاط او العوامل التي يركز عليه لجلب هذا المستثمر. يعني المستثمر او رجل الاعمال يعني الشيء اللي قدمته لنا الجزائر انه مناخ اعمال او بيئه خاصه، هو انا يخمم في الربح، حوس يربح طبيعة الحال. التاجر او المدير او المستثمر الهدف تاعو الاول اللي هو الربح، بارك الله فيك، اللي يحقق الربح. يعني لو يلقى فرصه عمل او فرصه لاستثمار الاموال او العائدات تاعو بطبيعه الحال راح يكون. كان ديجا نقدموا خدمات لرجال اعمال المؤسسات، كانوا عندنا احنا الطريقه اللي كنا نعملوا بها انه لما نشوفوا فيه 3 أو 4 مؤسسات يعني فاتت المرحلة تاع الاحتضان وراهي يعني مستعدة لمرحلة التمويل بعد الدراسة المالية للمشروع، كنا نقوم بدعوة للعديد من المستثمرين وين يجلسوا في على مستوى الحاضنة، والشباب هذم يقوموا بعرض مشاريعهم، وبعد عرض المشاريع تكون فيه مناقشة مع هؤلاء المستثمرين ونسألوهم على العديد من النقاط ونشوفهم هل هما متمكنين في المجال تاعهم، هل المشروع تاعهم قابل للتجسيد فعلا، وما هي العوائد لهذا المشروع سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد. اسمح لي نعاود نولي فقط للخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون باش نحكي برك على مدى تطبيق هذا الشيء اللي كان يقوله في ارض الواقع اليوم. كيفاش الشباب راهو يستغل في كل هذه النصائح ويطبقها في مشاريعه؟ والله تجربه شخصيه اللي راني نشوف فيها في ارض الميدان انه الشباب اليوم بدا في يعني في جني حصد النتائج، يعني ماشي فقط في التطبيق نتاعها. الشباب اليوم راه يبادر، راه يعمل، هناك من يسوق خدماته الى خارج ارض الوطن، هناك من يعمل الان على مستوى الداخلي من اجل تطوير يعني الخدمات. عندنا شركات، يعني احنا في الجزائر الان عندنا شركه جابت شركه ناشئه جابت اكبر تمويل على المستوى الافريقي بدون ذكر اسماء طبعا. اذا مناخ الاعمال في الجزائر تحسوا انه مختلف على باقي الدول حقيقه، ما عندناش بزاف من البنينه لكنه تطور بشكل سريع. لكن الاهم من ذلك
هو نوعية الشباب الجزائري. أنا مشي لأني جزائري أتكلم هذا الكلام، لكن عندنا ميزة خاصة في الشباب الجزائري، نحن نصنع مجد العديد من الاقتصادات العالمية والأوروبية. فاليوم يجب علينا أن نحتفظ بشبابنا بالمادة الخام اللي موجودة عندنا، نرافقها ونخليها تستثمر في بلادها، وهذا هو النقطة الأساسية اللي راهي موجودة اليوم. بكري كان الطالب لما يجي في الجامعة يتخرج يدير ميموار تيوريك ويروح، الآن الطالب اليوم عنده كل الظروف المواتية أنه يدير مشروع ويخرج. كان واحد النقطة مهمة بزاف تساهم في النجاح هو الشباب دروك الناجح، فاتوا معنا في أعداد سابقة عجبونا الله يبارك، عندهم open mind يعني الذهنية المتفتحة نحو المشاريع بفضل كما قلنا التفكير الجديد، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، التطور التكنولوجي وكل شيء. هذا أيضا عنصر مهم جدا في النجاح. شوف أنا كي نقول لك اليوم العولمة رانا عايشينها ماناش نقراو عليها. صح. اليوم كي أنا كي نتكلم على الشباب الجزائري، الشباب الجزائري قادر على التكيف مع كل الظروف، هذه الميزة الأساسية اللي موجودة عندنا. فمهما كانت الصعوبات اللي موجودة إلا أنه لما يشوف أنه كاين أمل في الجزائر وكاين تغيير حقيقي، فالشاب سوف يتشبث بهذا الأمر هذا وسوف يجلس في بلده ويغير في بلده. وهذا الشيء اللي بدينا نشوفه فيه الآن، أنه لما فتحت الفرص وفتحت الآليات وأصبح الأمر ممكن في الجزائر، فالأمر أصبح أنه الشاب الجزائري يفضل الجلوس هنا، لأنه ما لازمش ننسى الآن ما يعيشه العالم بعد الأزمات اللي راهي موجودة، ما نش حاب ندخل بزاف في الاقتصاد، لكن الظروف أصبحت صعبة جدا. كنتكلم على دول متقدمة فيها تضخم ب 80%، معناتها الأسعار ارتفعت 80%، معناتها إذا كانت 10 ولات 18 إذا كان وهكذا. فتخيل معايا الصعوبات اللي راهي موجودة في الخارج. في الجزائر الأمور مستقرة جدا في الجزائر والحمد لله، عندنا اقتصاد مستقر والحمد لله، عندنا دعم غير موجود في أي دولة في العالم. ليدي لابيل عنده 4 سنوات يعني ما يخلصش ليزام، وتخيل معايا تدخل مؤسسة 4 سنوات ما تخلص ولا 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 فلس. عندهم لابيل، عندهم سجل تجاري. لا نتحدثوا يعني نتحدثوا على لابيل، هناك يعني 3 أنواع من لابيل. لابيل حاضنة أعمال، لابيل مشروع مبتكر، ولابيل مؤسسة ناشئة. حاضنة الأعمال هذاك لابيل خاص، امتيازات لمدة 2 سنين قابلة للتجسيد، لأنه حتى الحاضنة تستفيد من هذه الامتيازات. يعني لما نجو لفرانشيز تي في ربما يشري حاجة باع في تي في ديالها، يشريها بالبري تاعها. هذه عندما تكون حاجة راح تدخل في النشاط تاع المؤسسة هذه. مثلا نقولوا مؤسسة باين تعمرت شحيحة في مجال وعمر فيها شحيحة على بها عندها ما تبيعيش. لما نقولوا لابيل يعني مشروع مبتكر، يعني هو الوسم الأول اللي يتحصل عليه الشاب قبل ما ينشأ المؤسسة تاعه، وهذا ثاني امتياز كبير راح يتحصل عليه، لأنه يعني هنا ما راحش يتوجه لمصلحة السجل التجاري لإنشاء السجل حتى يجرب مزالت فكرة مازالت فكرة ولما الفكرة تكون قابلة للتجسيد يمر عن طريق الحاضنة ويكون عنده النموذج الأولي، بعد ما يفوت على التست MVP راح يتحصل على وسم مشروع مبتكر. المشروع المبتكر هنا راح يدخل في مرحلة تاع التجارب، يعني ممكن نجربوا المشروع تاعه هذاك في هذه المرحلة، بعد ما نشوفوا أنه المشروع قابل للتجسيد ممكن نشوفوا له مستثمر راح يدخل معه في رأس المال في الشركة يقوم بالتمويل، راح يقوم بإنشاء الشركة، مش ما يصطدمش أنه ينشأ شركة وبعد يزيد يدير التغيير. إذن هنا رانا راح نحموه يعني من مصاريف راح ممكن يضيعها في إنشاء الشركة. أنا عندي سؤال فقط بالنسبة للشاب، اسمح لي برك رافع، بالنسبة للشاب باش تجيبه وتقنعه أنه يجسد الفكرة تاعه حاجة سهلة بس كي تقنعه، وبالنسبة للرجال الأعمال ولا اللي يمولوا هذاك المشروع صعيبة باش تقنع، كيفاش تقدروا تقنعوهم أنتم في حاضنة الأعمال؟ فالشاب كما قلتي باش تجيبوا وتقنعوا الشاب راه هو اليوم هو اللي راح يجي عندك وهو اللي راه يحوس على المشروع ويحوس ينجح. نفس الشيء بالنسبه لرجل الاعمال، رجل الاعمال يعني من الكورونا وحنا جايين غيرت العديد من المفاهيم، العالم دخل يعني في ازمه اقتصاديه، كاين ازمه غذاء، ازمه مناخ، ازمه الماء وكذا. اذا المستثمر اصبح المستثمر نعم ضرب الجوع على الامثله، يعني اللي عنده مشروع معين اصبح يحاول انه ينوع المستثمرات تاعو او ينوع المداخيل تاعو، لانه الاعتماد على مدخول واحد خلال ازمه كورونا شفنا العديد من التجار والمؤسسات افلست. صح. الان هذا صاحب الاموال اصبح يحوس على العديد من الطرق او العديد من الابواب لمداخيل اضافيه، اذا راح يستثمر في المؤسسه الناشئه، والشيء اللي يخليه انه يستثمر في شاب او في مؤسسه ناشئه وهو الامتيازات كذلك. بالنسبه للشركات انا لما نستثمر في شركه ناشئه ما راحش الشركات العموميه الكبرى تقدروا تقنعوها باش ثلاثه نظرك من بين شركاء في لايسف في صندوق التمويل العمومي هي شريك من الشركاء اللي موجودين مع 5 لي بنك العموميه اللي موجوده. دونك اليوم القضيه ماشي هنا، القضيه انه قضيه عرض وطلب. انا مؤسسه اقتصاديه
راني نشوف بلي الواقع الذي اعيش فيه رقم الاعمال تاعي ماهوش يطلع بشكل كبير، هنالك صعوبات، فانا نروح نبحث عن المشاريع. نعطيك مثال، طالبه في ولايه طارف دكتورونت عندها اكثر من 16 منتوج في المجال شبه صيدلاني، من بينها ديكخام، من بينها الى غير ذلك. هي طرقها البسيطه تبيع ديكخام فقط، تدخل في الشهر 10 ملايين. هذه تجربه وقفت عليها انا شخصيا. صح، هذا ديكخام هذا تقدر تجي اي مؤسسه تاع كوزميتيك تشوف لا كاليتي اللي راهي موجوده عندها، تشتري التركيبه نتاعها، تشتري التركيبه نتاعها وتدخلها في الـ في الـ في الـ في الـ في السيري دو برودوي اللي راه موجود عندها وتولي تبيعها. لانه هنا القضيه وين راهي؟ القضيه في السر. يجي طالب مثلا يدير اون ابليكاسيون، هذيك لابليكاسيون تبدا تخدم، يولي عندها باز دو دوني، يولي عندها مستعملين. انا كمؤسسه عوض اني نبدا من الصفر ونبدا نخدم، انا نروح نجيب هذيك الباز دو دوني اللي كاينه في التطبيق اللي خلاص بدا يمشي اصلا، وانا نشتريها من عند الطالب. اذا هنا القضيه وين راهي اليوم؟ قضيه وين راح نشوف الربح نتاعي انا؟ المؤسسه الاقتصاديه اليوم تحب تربح. احنا اليوم الدوره تاعنا وشنو هو؟ الدوره تاعنا نوجه الطالب ولا نوجه الشاب انه يروح لمجال فيرج اللي ما فيهش عمل، ومن طريقه اخرى نسوق لهذه الفكره لدى المؤسسات الاقتصاديه من خلال لي كافي دافير مثلا او مقاهي الاعمال، نجمعوا فيها الناس كما كان يتكلم منذ قليل رؤوف، وهنا يتلقى العرض مع الطالب. وهنا بيناتهم اذا شافوا راهم محتاجين. انا مثلا عندي في الحاضنه الاعمال جات مؤسسه اقتصاديه تقول باللي انا حابه نطور تطبيق الكتروني في النقطه الفلانيه، هل هناك من يريد ان يقوم بذلك؟ مده عرض. يجيوا الطلبه مع المشرف تاعهم من الجانب الاخر يقول لك احنا مستعدين نديروا بيناتهم عقد، وهذا راه موجود، يعني نحكي لك على حاله حقيقيه، نديروا بيناتهم عقد حتى يضمن الحقوق تاع كل الاطراف وتبدا العمليه في ارض الميدان. هنا في النهايه وفق العقد اما يبيعوا له التطبيق، اما يكونوا معه شركاء، اما يكون هنالك نسبه مئويه حسب الطريقه اللي تكون في موجوده. في الستارت اب شفنا بزاف اللي تشجعوا يعني المجالات تاع الانفورماتيك والتطوير والذكاء الاصطناعي وكلش، في الفئات الاخرى يعني المجالات الاخرى ولا لي زوت سبيساليتي كيما خاصه الخارج العلميه، واش تقول لهم باش حتى هما يدخلوا في المجال؟ راه عندي نعطيك مثال بسيط. اليوم عندك طالب مثلا في العلوم الاجتماعيه. دكتور نسقسيك سؤال على بالي بلي ما حش جاوبني، بصح معليش نسقسيك، الشيفر دافير شحال هو يدور ديالكم نتوما؟ حنا بيبليك، حنا لي ترانزاكسيون، حنا بيبليك، حنا ما عندناش، هذا اللي عنده هذا. اما انت جاوبني على هذا السؤال. انا السؤال هذا يعني ممكن راح تتفاجئوا انه حاضنه انويست كومباني حاضنه اعمال يعني ساهمت بشكل كبير من حيث دعمها للشباب. ما كناش نبحثوا على الارباح، ما كناش نبحثوا على الشيفر دافير. الشيفر دافير تاعنا صرفناه على الشباب وعلى المؤسسات الناشئه لاعداد النموذج الاولي، وما كناش ننتظروا يعني الرتور من عندهم كتشجيع منا لشباب المنطقه. صح، في هذا المجال برك احنا بما اننا في عصر الرقمنه، كيفاش تقدروا تحصلوا اموال باستعمال التكنولوجيا؟ هل ركزتوا على هذا الجانب؟ التكنولوجيا يعني متاحه في العديد من المجالات، على سبيل المثال التجاره الالكترونيه، لما يكون عندك منتوج راح تنشا منصه. الذكاء الاصطناعي كذلك، الذكاء الاصطناعي ودمجنا حتى مع الفلاحه، عندنا مشاريع يعني الذكاء الاصطناعي ليس حكر على التطبيقات او على المشاريع يعني الخاصه بالاعلام الالي، وين دمجنا يعني مزارع ذكيه، دمجنا الذكاء الاصطناعي مع مزارع ذكيه لصاحب مشروع كان معنا الدكتور يعقوب، وين يقدر يتحكم في المزرعة تاعو عن بعد، يقدر يشوف المنتوج تاعو، يشوف درجة الحرارة، درجة الرطوبة. إذا الذكاء الاصطناعي تقدر تدمجه في الفلاحة، تقدر تدمجه في المجال السياحي. نسقسيك فقط، اسمح لي أستاذ، أنت بما أنك راك مستشار في المقاولاتية، يعني راك على تواصل دائم مع الطلبة ومع أصحاب المشاريع والأفكار، أصحاب الأفكار اللي تولي إن شاء الله مشاريع. إن شاء الله. وشنو هما أهم النصائح اللي تعطيهم لهم لما يقصدوك الشباب بأفكارهم؟ يعني الشاب اول حاجه ما يخافش انه تتسرق الفكره تاعو، هذه اول حاجه. هو عند حاضنه بها. اعمال بالطبع، هو عند حاضنه اعمال، لكن لما يجيك اول سؤال يقوله لك يقول لك واش يضمن لي انه الفكره تاعي ما تتسرقش، ما تسرقوليش الفكره صح. تاعي من هنا جاءت يعني الاجراءات المؤخره على مستوى لينابي، وين تقدر تحميل الفكره تاعك. كذلك يحوس الشاب، كاين اللي يجيك يحوس مباشره على التمويل، كاين اللي مازالت عندهم الذهنيات هذيك القديمه صح. بعد خاصه اللي كانوا متوجهوا لوكاله لاناد او لونساج سابقا، يشوفوا انه هياكل الدعم هذه مباشره راح تعطيك اموال. الان تغيرت المفاهيم هذه، انه لما
تقوم باعداد المشروع تاعك، يكون المشروع تاعك مدروس من جميع الجوانب. بعد مرحلة التمويل راح تكون بطريقة أخرى وهي رأس المال المخاطر عن طريق صندوق الأسف. إذا تغيرت المفاهيم كذلك، الشاب اليوم ما عنده ما يخسر، يتوجه للحاضنة سواء الجامعية اللي نشوفه اليوم حوالي 92 حاضنة، 96 حاضنة، يعني رقم في ظرف قياسي. شباب يقدموا الأفكار تاعهم وعندهم المرافقة من الفكرة إلى التجسيد. أستاذ عمر هارون، أنا ماذا بيا تجاوب على السؤال تاع حسين اللي قال لك على أصحاب تخصصات خاصة الأدبيين، يقول لك أنا أدبي نقرأ الأدب ولا نقرأ الاجتماع. إجابة عليه بالحقيقة ذو تجارب حقيقية، يعني مثلا صح. واحد يقرأ اليوم علم النفس، صح. علم النفس تربوي، فاليوم هذا كي نوجهه لنا مثلا نقول له دير حضانة، احنا الجانب الابتكاري نتاعو وين راح يكون؟ راح يكون في البرامج تاع المرافقة اللي راهي موجودة. كي نتكلم مثلا على الأورطوفوني، الأورطوفوني عندنا مشكلة تاع الألعاب التعليمية، يقدر يصنع لي لعبة تعليمية وفيها الجانب الابتكاري تقدر تسجل في لينابي. كي نتكلموا مثلا على معناتها يستعين بواحد متخصص ويكون يكونوا مجموعة من الشباب يديروا لها التصميم وفلاتولي يديروا لها العمل تاعها. اليوم سوق الألعاب الألعاب اللي يسموه هما لي زوتي دو ترافاي عند لي زورتوفونيست، هذا المبالغ كبيرة نجيبوا فيها من الخارج، نجيبوا فيها بعملة صعبة، إذا يمكن إنتاجها محليا وبأفكار جديدة. كي نروحوا مثلا تاع الانحراف، الجريمه والانحراف، احنا عندنا العديد من المشاكل. عندنا اليوم لي سونتر تاع لاكومبانيمون تاع الناس اللي فيها عندهم انحراف ولا شيء فقط العموميه، لماذا نذهب الان دي سونتر بريفي ويكونوا عندهم دي بروغرام داكومبانيمون خاصين بهم؟ هذه المشاريع اللي نتكلم لك عليها. انا كنت حضرت كنت انجاز يعني ان شاء الله كنت حضرت يعني معرض تربيه كان الاشهر الماضيه، يعني كانوا شفت مؤسسات كانت بدات ناشئه ويعني واستحدثت يعني برامج خاصه لتعليميه، حاسوب تاع الجزائر، فيه يعلم، فيه الدروس، فيه مراجعه، فيه كذا. وكنت حكيت مع واحد فيهم قال لي راني متعاقد مع بعض المؤسسات التربيه. نعطيك مشروع اخر راه موجود الان، البرامج الترجمة المتخصصة. أنا يجيني طالب عند في اللغة الفرنسية، أستاذ سايج هنا نحييه من هذه المناسبة، عندنا مشكلة في الترجمة المتخصصة. اليوم لازمتنا اون ابليكاسيون في الترجمة المتخصصة، يجي طالب في اللغات يدير لنا البرنامج نتاعو ويجي من في المراجعة أستاذ ويجي في المراجعة أنا هذوما اللي حكيت معاهم عندهم برامج حاسوب، خدم حاسوب أورديناتور ديريكت، خدموا فيه دروس تاع المراجعة. احنا الشيء اللي حبينا نقوله انه ما لن نقصي اي تخصص من هذا الامر، هذه الاولى. الثانيه، كلمه الابتكار هي كلمه حسب التخصص يمكن ان نصيغها او ان نوظفها. وهنا الدور نتاعنا في المرافقه وفي العمل وفي التكوين هو ان يكون لدينا القدره على ان نعطي الحجم اللازم من المعلومات ولا من التوجيه حسب التخصص وحسب التوجه. احنا ما راناش نقولوا فقط هذا يمس كاع المتخصصات، ماشي التخصصات العلميه ولا تاع الانفورماتيك فقط، باش الشباب يتشجعوا لان هذه الافكار مهمه جدا. نزيد لك مثلا رياضيات، رياضيات صماء ما فيها ولا شيء، صح. الان نعمل على برنامج كما في اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه، علاش نقراوا اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه بالمستويات ولا ندرس الرياضيات بالمستويات؟ هناك عمل واشتغال الان في هذا الاطار حتى يجيب الانسان يعني تكون عنده حفظ البراءه تاع العمل تاعو، يسجلها على مستوى لندا، لانه هناك فرق. لينابي نسجلوا فيها الاسماء التجاريه، الاختراعات والرسوم والهندسيه، اما الافكار فتسجل على مستوى لندا. إذا هناك عمل في كل هذه التخصصات في كل هذه القطاعات ولا نقصي أحد. هذا سؤال موجه، عندي سؤال موجه اليوم في زوج. قل لي نعصرك اليوم أستاذ، غير اسمح لنا برك. نبداو بالأستاذ عبد الرؤوف قبل. قل لي يعني وقتاش نبداو نشوفوا النتائج تاع الحاضنات على مستوى الوطني مش على مستوى النتائج راكم تشوفوا فيها حاليا؟ لا نشوفوا يعني ميدانيا، يعني ميدانيا نتائج الحاضنات تكون في المؤسسات الناشئه المحتضنه او التابعه لهذه الحاضنات. على سبيل المثال مؤخرا عندنا اثنين من المؤسسات الناشئه اللي كانوا فاتوا علينا، يعني خرجوا من فتره الاحتضان وخرجوا للمقرات تاعهم. كل مؤسسه قامت بتوفير 10 عقود عمل مباشره، هذه يعني وفرنا 20 منصب عمل مباشر بالإضافة إلى فريق العمل اللي هو يعني كل مؤسسة عندها 2 أو 3 من فريق العمل. كذلك إحدى المؤسسات اللي هي بريستو قامت بتوفير حوالي 30 منصب عمل غير مباشر. إذن هذه هي النتائج احنا اللي كنا نحوسوا عليها، أن الشباب يدخل سوق الشغل. أول حاجة صاحب الفكرة أو صاحب المشروع ما يكونش هو عبء على الدولة أو عن سوق الشغل، راح يسحب نفسه
كذلك راح يخلق مناصب عمل جديده. وهذا هو كل لازم الهدف ترويج يعني. لهذا باسكو حنايا كي نخرجوا برا المجتمع للناس لا كاد اعرف الا ابليكاسيون ولا زوج تاع خدمات. اسكو لازم ترويج باش الناس تولي تتوجه ليزابليكاسيون باش يطلبوا خدمات في مختلف المجالات؟ هو الترويج راح يكون على حسب الطلب يعني. هذه المؤسسات تخصص في ميزانية كبيرة يعني من المداخل تاعها إلى ميزانية التسويق أو بيجيت ماركتينج يعني يوصل حتى ل 70%. عندنا مؤسسات بيجيت ماركتينج تاعه أكثر يعني من الميزانية المخصصة للأمور أو العمليات الأخرى. الترويج راح يكون سواء محليا أو وطنيا عن طريق العديد من المؤسسات. رايحين واحد الوقت اللي هل كاين مؤسسات نجحت مثلا وصلت لمستوى التصدير؟ مستوى التصدير كاين اللي في مجال الخدمات او في مجال المنتوجات. مؤخرا مع التسهيلات اللي تم منحها في مجال تصدير المنتجات يعني راح نشوفوا يعني مؤسسات ناشئه تدخل الاسواق عالميه. وممكن الاستاذ يكون عنده امثله على مؤسسات يعني حقيقيه قامت بتصدير منتوجاتها. نولي للدكتور هارون كذلك باش نحكيو نعاودوا نركزوا دائما حديثنا على الشباب المستثمر. هل تشوف انه لازم الشاب باش يدخل عالم السوق لازم يكون على درايه بكل الاليات ولا فقط هو يهتم بالفكره تاعو يتجه لحاضنه الاعمال وهي تطورها له كما قلت انت على حسب الطلب وعلى حساب واش راه يخص في السوق؟ نعطيك مثال بسيط. طالب ماستر مشروع التخرج تاعو كان امبريمون 3D تخرج عادي مع الاستاذ تاعو اللي نحييهم بالمناسبه. اليوم راه عنده اس جيل ماشينز يخدم الطابعه ثلاثيه الابعاد هنا في الجزائر ويسوقها وبسعر ممتاز جدا. هذا طالب نتاعنا احنا في جامعه المديه يخدم تحت الطلب طبعا ودا الدعم تاعو. لا يخدم يخدم ويطلع في السوق يخدم ويطرح في السوق وعنده وراه يسوق الان. طبعا حتى اليوم هذا النوع من المؤسسات ما يعرفهاش المواطن العادي لانه يعرفها المختص لانه شكون اللي راه محتاج ديزامبريمون 3D؟ محتاجها مؤسسه ولا محتاجتها مؤسسه تربويه يعني جامعيه ولا محتاجها واحد يحتاج يعمل بها؟ بصح المواطن العادي ما يحتاجش. اسكو رانا رايحين واحد الوقت اللي يولي كل شيء بالابليكاسيون في الجزائر الخدمات وكلش. هي مش في الجزائر هذه هذا سين توندونس انترناسيونال. الان على مستوى الخدمات يعني الخاصه فنظن هذا عرض وطلب. لما اليوم الان قانون النقد والقرض او اللي حيسمى الان قانون النقد المصرفي راح يمنح تسهيلات اكثر في الدفع يعني خاصه عن طريق الشركات الناشئه والدفع الالكتروني واندماج البنوك لانه كان عندنا هذا المشكل ما لازمش ننكروه. الان مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ سوف تنفتح الكثير من الافاق على مستوى السوق الوطني. علاش قلت لكم منذ قليل انه الخطوات التي نخطوها الان في بيئه الاعمال خطوات عملاقه. اذا تحضير الارضيه مهم وهناك رؤيه في هذا الامر. احنا رانا نواكبوه من خلال العمل الميداني من خلال المشاريع ومن خلال الافكار. اذا نظن باللي الان المواطن الجزائري بدا يرى البوادر الاوليه للعمليه هذه لانه ما لازمش ننسى اي عمليه محتاجه بعض الوقت. احنا رانا يعني من 2020 لليوم رانا في ثلاث سنوات تقريبا ثلاث سنوات الان نبدا نشوف الخطوات الاولى. انا نتوقع منا لسنتين وجه الجزائر الشركات الناشئة سوف يكون مغايرا تماما عن ما كنا نتوقعه أن نحلم به. نعطيكم مثال بسيط. في الانترنت احنا غير عام ولا عامين كان عندنا 1 ميجا. الان رانا المينيموم انا دي ميجا مينيموم يعني 15 ميجا. بالحديث على الانترنت حبيت فقط باش نختموا نقطة أخيرة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي ننصبوا العديد من الحسابات تاع شباب ناشط في مجال التجارة. هل هادو يعتبروا كذلك مستثمرين؟ احنا اليوم كي نتكلموا على التجارة الإلكترونية نتكلموا على المقاول الذاتي نتكلموا الدولة الآن بدأت تقنن أيضا هذه العمليات لأنه اليوم هنالك طريقة من أجل العمل في هذا الإطار. هناك تقنين واستغلالهم باش تكون يعني عندك متجر إلكتروني يجب أن يكون موجود ولا مؤسس في الجزائر ولا محتوى في الجزائر أو يعني يكون في الجزائر بوان دي زاد. النقطة الثانية أنه يكون يخضع للقانون الجزائري. نظن شيئا فشيئا سوف نذهب إلى هذه القضية. أيضا لفريلانس أيضا تم تعطيرهم الآن من خلال القانون المقاول الذاتي. أنا قلت لكم الآن الإيكو سيستيم الجزائري خلاص يعني الحمد لله يا ربي وصلنا فيه تقريبا الى 80% من التكوين نتاعو في فتره وجيزه جدا. هناك طاقات رهيبه على مستوى ارض الميدان راهي تعمل افكار جميله جدا النتائج باذن الله. وهناك ايضا طاقات اللي مازال ما دخلتش في هذا المجال في كل ربع الوطن ربما هي مدعوه باش تدخل فيه. لأنه صدقني بعد القرار 1275 اللي راح يرافق الشباب على مستوى الجامعات الطلبه الجامعيين في مشاريع التخرج سواء ليسونس سواء ماستر سواء دكتوراه
سوف تروا تحول رهيب جدا على مستوى الواقع والاقتصاد. معناتها تعطيك من السي في وتبدا تجري به خلاص. ان شاء الله يكون الاساتذه كامل كيما انت يشجعوا الطلبه. والله شوفي على مستوى اللجنه الوطنيه اطلقنا برنامج تكويني لتكوين حوالي 300 مكون في المجال هذا من اجل تكوين يعني تكوين مكون دي متر فورماتور راح يكونون حوالي 1000 الى 1500 مكون على ارض الميدان. هناك عمل جبار نقوم به الان على مستوى ارض الميدان. راح سوف ترون نتائجه باذن الله. ان شاء الله. انا متاكد مما اقول باذن الله. ان شاء الله. بحول الله. نشكركم كثيرا في حضور معنا. شكرا على كامل هذه المعلومات. حتى الشباب يتحيكم دليل على اهتمامهم بهذا الموضوع المهم جدا. انا نشوف وجوه مالوفه نظن باللي مرت عليا في دوره تكوينيه لا مانيش غلط. شكون اللي كان حاضر عند الدكتور ربما في تكوين؟ مانيش عارف. الاخضر كنت سمعت الاقتراح الفكره تاع الاخضر، وش رايك في الفكره تاع الاخضر؟ فكره تفضل الاخضر. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. الاخضر المقراني جامعه العفرون. حاضنه الاعمال تاع جامعه العفرون مدير الحاضنه هو اللي هو الاستاذ حسين احمد حاج عيسى. نعم نوجه له تحيه من هذا المنبر. مدير دار المقاولات هي بدراني. نعم استاذ نحكي لك شويه على مشروع التخرج تاعي. شوف مع المنشطه انا معليش حكيت له هو يعطينا رايه سمعته في المشروع. انا في اعتقادي كل المشاريع التي موجوده الان لدى الشباب هي مشاريع يمكن ان تنجح. فقط قضيه المرافقه. احنا دائما نتكلموا على لا فالور بروبوزل. صح. نقدروا ناطروا اي شاب. انا واش نحتاج؟ الاراده والرغبه. إرادة ورغبة. تكون عنده إرادة صح. ورغبة أنا مستعد الآن أني أوجهه وأحوله. يقدر يكون عنده أستاذ يقدر يكون عنده إرادة والرغبة ولكن يكون خايف وما عندوش حب المخاطرة. هذا وش راح يكون لما يتكون لما تفتح عينيه. الخوف وشنو هو الخوف؟ الخوف دائما من المجهول. لما المجهول هذاك الضبابية هذيك نحوها وتولي الإنارة موجودة. إذا في الظلام يروح ولا راح الظلام وش يجي أمامه؟ يجي الضوء، والضوء هو دليل على الإطمئنان. احنا دورنا نحو الظلام. أيضا ثاني ماشي مشروط من الأولى تحصل في النتائج. لازم تصبر، لازم يصبر الشاب والمستثمر. نزيد نعطيك فكرة أخرى سيدتي الكريمة والسادة الأفاضل، أنه احنا لما نكون شباب اليوم هذا الشباب يقدر يكون حامل فكرة، يقدر يكون موظف في مؤسسة مستقبلية في ستارت اب. علاش؟ لأنه الآن حتى التوظيف يحتاج لكفاءات خاصة. اليوم مانيش محتاج موظف تقليدي اللي يريح لي في المسوية وراء المكتب، نحتاج ان كرياتور، نحتاج لا كرياتيفيتي اللي موجودة عنده، القدرة على الإبداع والابتكار حتى يستطيع أن يكون عنده أنه في المقاولات ثلاث أنواع، مقاولات اقتصادية، مقاولات الداخلية اللي ترفع عنا المؤسسات، وعندنا المقاولات الاجتماعية اللي أنا شخصيا نمارسها وهي الرغبة في تقديم الإضافة إلى المجتمع بدون الهدف أن يكون ربحي في الحقيقة مباشرة، بل الهدف الأساسي هو تقديم إضافة إلى المجتمع. شكرا لك دكتور، شكرا لك أستاذ صيغي عبد الرؤوف كنت حاضر معنا، وشكرا كثيرا للدكتور عمر هارون يعطيك الصحة. دوركم كبير ونتمنى أنه فعاليتكم تكون أكبر في الميدان من خلال تأطير هاد الشباب وكذلك توجيههم أكثر واستغلال مشاريعهم وأفكارهم باش تصبح مشاريع فعالة في المجتمع. نشكر كذلك الكرونيكال اللي كانوا حاضرين معنا رؤوف رفيق عفوا وحسين. شيل واحد ينسى الأسماء وقتها. يعطيكم الصحة اللي كنتوا حاضرين معنا بزاف بزاف وراهم مهتمين باش يديروا مشاريع. مرحبا بهم. بداونا بشباب بداونا استغلوهم. احنا ما نروحوش الحاضنة نروحوا ديريكت. حاضنة الأعمال. رفيق يبغي يدخل الدراهم ديريكت ما يبغيش يصبر. نشكروا كامل المشاهدين اللي كانوا يتبعوا فينا في هذه السهرة على برنامج مايند سيت إن في قناة الشبابية. طبعا وين حكينا على موضوع مهم جدا لليوم صار أهم عند الشباب وكذلك يساهم في التنمية الاقتصادية للبلد وهو الشباب المستثمر وعلاقته بسوق العمل وكذلك حاضنات الأعمال. مشاهدينا الكرام نتلقاو بكم بحول الله الأسبوع المقبل في عدد جديد ومايند سيت جديد. إلى اللقاء.